بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبعد. عاملين ايه يا اولاد؟ الحمد لله. الحمد لله. النهارده بقى هقول لكم على سيدنا عيسى عليه السلام. كان وهو طفل وحتى وهو كبير بيعمل حاجتين في منتهى العجب. وربنا سبحانه وتعالى اراد انه يخلي سيدنا عيسى عنده المعجزتين دول وهو لسه حتى صغير، مش حتى لما كبر، علشان يقهر الناس اللي مش عايزين يؤمنوا بيه، والناس ويخلي الناس برضو يؤمنوا بيه اللي... طبعا. فايه كانت اول حاجه؟ اول حاجه ان كان سيدنا عيسى يجيب طين زي الصلصال كده ويشكل منه طير، يعني يعمل الصلصال او الطين زي ما احنا بنعمل الصلصال، يعمله زي حمامه او عصفوره وبعدين ينفخ فيها، وباذن ربنا سبحانه وتعالى تتحول الطينه دي اللي هي على هيئه العصفوره او على هيئه الحمامه تتحول لطائر حقيقي ويطير في السماء. ويقول لهم كده: اني اخلق لكم من الطين كهيئه الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله. يعني هو سيدنا عيسى وهو صغير كان يعني ضليع قوي كده؟ لا، مش ضليع، مش ضليع. عشان كده القران قال ايه على لسان سيدنا عيسى؟ كان واضح جدا ودقيق جدا: فانفخ فيه فيكون ايه؟ طيرا ايه؟ باذن الله. يعني ما هو الساحر ولا دجال، لان الساحر والدجال مش هيقول لهم انا بعمل كده باذن ربنا. يعني هو بيقول الكلام ده من وهو صغير. ايوه، فبيقول لهم انا بعمل ده باذن ربنا، مش حد جايب زي الساحر كده حمامه ومغطيها في كمه وبعدين يقول لهم هعمل لكم كده وبتاع وتطلع حمامه وروح سايبها طايره من كمه. لا، هو ما كانش معاه حمامه ولا حاجه، هو فعلا بيعمل ده، بس ربنا بيعملها له كمعجزه. معجزه. معجزه ليه؟ ليه؟ عشان يعرفوا من بدايه زي ما قلت في الحلقه اللي فاتت انه رسول الله على الحقيقه. الحاجه الثانيه المهمه قوي، تعرفين ان في امراض كتير قوي بتبقى مستعصيه؟ يعني في امراض طبيعيه، السرطان كده، لا ربنا يعافينا، مثلا في امراض بيبقى لها ملهاش علاج، ممكن السرطان نفسه يكون له علاج، ممكن السكر دي كان له علاج، وارد. انما في امراض ربنا يعافينا، مثلا حاجات جلديه خلاص هو اللي مريض بيها مثلا، في حاجات معينه كده. فكان سيدنا عيسى عليه السلام ربنا بيقدره ان اي حد مريض باي مرض، سواء معروف عند الناس او مش معروف، ليه علاج او ملهوش، كان ربنا سبحانه وتعالى بيقدره ان يمسح على الشخص العيان المريض فيبقى سليم تماما، كان ما بيهوش اي حاجه، زي كانه بيمصل مرض من جسمه. اقول لكم على حاجه اكبر، مش احنا عارفين ان فيه ربنا يعافينا اولاد زمايلنا او رجاله كبار او ستات بيبقى ربنا ابتلاهم بان هم صم، ما بيعرفوش يتكلموا او ما بيسمعوش، وبناء عليه ما بيتكلموش، بنعلمهم الاشاره مش كده، وربنا بيديهم ملكه عظيمه جدا من الذكاء بيعوضهم بيها. وفي ناس بتبقى ربنا عافينا فاقدين البصر اللي بنسميه اعمى او كفيف مش كده. كان سيدنا عيسى عليه السلام يمسح على الاصم ده يخليه يتكلم، وعلى ودن الأكم اللي بيسمعش يخليه يسمع، وعلى عين أو وش أو وجه اللي ما بيشوفش خليه يشوف. شفتوا ربنا عز وجل جعل منه إيه؟ آيات عظيمة جدا جدا جدا. ليه؟ عشان يبهر بيها أولئك الذين كانوا ينكرون أن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. كبر سيدنا عيسى فربنا نزل عليه كتاب من الكتب السماوية اللي احنا مؤمنين بيها اسمه ايه؟ الإنجيل. طب احنا عارفين كم كتاب ربنا نزلهم ذكرهم في القرآن؟ ثلاثة. أربعة. التوراة على سيدنا مين؟ موسى. والإنجيل سيدنا عيسى، والقرآن على سيدنا محمد. طب الكتاب الرابع اسمه ايه؟ الزبور، على سيدنا داود عليه السلام. وكلها كتب جات من عند ربنا، وجاء القرآن بفضل الله شامل لكل هذه الكتب بلا استثناء. هنكتفي في الحلقة دي، وإن شاء الله الحلقة الجاية هنخليها حوار عن سيدنا عيسى أو غيره بإذن الله. وأشوفكم على خير في الحلقة الجاية، ونسمع دلوقتي السؤال يا أحمد، سؤال الحلقة الستاشر. وسؤال الحلقة الستاشر: من أكثر الأنبياء ذكرا في القرآن باسمهم الصريح، وكم مرة ذكر في القرآن؟